هنروح للأقصر، وفريق طبي بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية نجح في إنقاذ حياة مريضة كانت بتعاني من قصور حرج بالدورة الدموية، وده بإجراءها العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد وسداد 300 جنيه فقط، رغم أن تكلفة هذه الجراحة هي 25,000 جنيه. ده لكونها من المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر والمنتفعين بخدماته، واللي بيضمن العلاج بأقل تكلفة للمرضى وفق أحدث معايير الجودة العالمية. إحنا معانا على التليفون دكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر. مساء الخير يا دكتور، وعايزين حضرتك تكلمنا عن حالة المريضة اللي أجرت هذه العملية، وإزاي أجرت عملية قيمتها 25,000 جنيه ب300 جنيه فقط. مساء الخير عليك يا فندم وعلى السادة المشاهدين، وبنرحب بحضراتكم في الأول. فور حضور المريضة محولة من وحدة الأرايا مركزنا، تحولت لمستشفى حورس التخصصي أرمنت سابقا، هي تحولت بنظام الإحالة الطبية اللي معمول بيها حاليا في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتبين وجود قصور حاد بالدورة الدموية بالطرف السفلي الأيسر نتيجة انسداد الشريان الفخذي والمقبض الأيسر. تم ساعتها ان قام الساده الاستشاريين جراحه الاوعيه الدمويه بعمل الفحوصات الطبيه اللازمه وتجهيزها للعمليه. دخلت اوضه العمليات، العمليه استغرقت حوالي 2.5 ساعات. عملنا توسيع للشرايين باستخدام البالونات الموسعه واستعاده الدوره الدمويه حتى القدم، والحمد لله ربنا كرمنا انقذنا ساق المريضه من البت، وهي الان بحاله جيده وحاله مستقره تحت الاشراف الطبي الكامل في المستشفى. هل دي أول عملية من النوع ده يا دكتور بيتم إجراءها داخل مظلة التأمين الصحي الشامل؟ لا حضرتك، احنا المنظومة انطلقت في بورسعيد، في الأول في بورسعيد ومحافظة الأقصر ثاني محافظة تنطلق فيها المنظومة. حضراتكم متابعين معانا المنظومة في بورسعيد، احنا قدمنا أكثر من 32,000 عملية جراحية متنوعة وعالية في التقدم في محافظة بورسعيد، وحضراتكم متابعين معانا العمليات، في عمليات تخطي تكلفتها النصف مليون جنيه. ممتاز. طب عايز اعرف عدد المسجلين في محافظة الأقصر قد ايه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وايضا المستشفيات اللي موجودة، كلمنا عن الصورة عندكم. محافظة الأقصر ثاني محافظة تدخل مظلة التأمين الصحي الشامل. احنا عدد سكان محافظة الأقصر حوالي 1.25 مليون نسمة، تم تسجيل حوالي 800,000 منتفع حتى الآن، وجاري عمل فتح ملفات طبية وعمل فحص طبي شامل للمرضى. احنا من هنا انا بدعو من مقر سيادتك ان احنا كل اهالينا وابنائنا واخواتنا في محافظه الاقصر ان هم يقوموا بالتسجيل في المنظومه، والتسجيل سهل جدا، ان هم يتوجهوا لاقرب وحده صحيه لمحل سكنهم بالاوراق المطلوبه، هو بس الرقم القومي وشهادات ميلاد للاطفال ان وجد، ويروحوا يسجلوا ويفتحوا ملفات طبيه عشان يضمنوا دخول الخدمة الطبية ليهم والأهاليهم. يعني العملية دي حضرتك تقريبا تكلفتها في القطاع الخاص تعدي 25,000 جنيه، هي بالخدمة الصحية وتفعيلها في محافظة الأقصر ما تعددش حوالي 300 جنيه تكلفة العملية. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إسماعيل العربي.